والبدايه باجتماع هام لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس لمتابعه الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا وسير العمل بالمشروع القومي تصنيع وتجميع مشتقات البلازما اصدر سياده الرئيس عده توجيهات منها تعزيز برامج التوعيه لكل المواطنين بشان الاجراءات الاحترازيه ايضا التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الاجراءات خاصه في الاماكن اللي بتشهد تواجد كثيف من المواطنين زي المصالح الحكوميه الجامعات والمدارس ايضا الاماكن العامه والخدميه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع شهد متابعه الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهوريه فضلا عن الموقف التنفيذي للمحور الصحي للمشروع القومي. لتنمية الأسرة المصرية، وكذا سير العمل بالمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، إلى جانب جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق. وقد عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين في هذا الإطار الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بما فيها حملات تطعيم المواطنين، وكذا تجهيز كافة المرافق الطبية لاستقبال الحالات والتعامل معها. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز برامج التوعيه لكافه المواطنين بشان الاجراءات الاحترازيه المتخذه للوقايه من الاصابه بفيروس كورونا فضلا عن التجديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الاجراءات خاصه في الاماكن التي تشهد تواجدا كثيفا من المواطنين كالمصالح الحكوميه والجامعات والمدارس وكذلك الاماكن العامه والخدميه مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشريه في هذه الاماكن، وتطبيق كل قواعد الوقايه والنظافه والتطهير بها. وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدوله على مدار الجائحه. كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفه من المواطنين، وكذلك تيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطه من اللقاحات. بالاضافه الى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهوريه بمزيد من الاجهزه والمعدات اللازمه للتعامل مع حالات الاصابه بفيروس كورونا، الى جانب تعزيز قدراتها الاستيعابيه بما يمثل اضافه هامه الى المنظومه الصحيه في مصر بشكل عام. وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتنميه الاسره المصريه، اشار الدكتور محمد عوض تاج الدين الى الزياده التي تمت في اعداد السيارات الطبيه المجهزه في اطار المشروع. حيث تم التعاقد مؤخرا مع الجانب الالماني على توريد 500 سياره قوافل طبيه جديده مجهزه بشكل كامل. وقد وجه السيد الرئيس باعداد خطه متكامله لتوفير كافه الامكانات اللازمه للتشغيل المثالي لهذه السيارات، وتحقيق الاستفاده القصوى منها، بما فيها توفير الكوادر البشريه الطبيه والاداريه المؤهله على اعلى مستوى. الى جانب التنظيم الدقيق للجداول الزمنيه لحركه هذه السيارات، وكذا توفير التجهيزات والمعدات المطلوبه لتشغيلها وصيانتها. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، موجها سيادته باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهوريه وفق الجداول الزمنيه المحدده. بالاضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية لنشر الوعي الجماهيري نحو فائدة هذا المشروع القومي الهام ومردوده الصحي على المواطنين. وقد اطلع السيد الرئيس على جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق، موجها سيادته بتعزيز الإجراءات التأمينية المتبعة على جميع الطرق العامة والسريعة من خلال الاستعانة بالعنصرين البشري والإلكتروني. وذلك لتحقيق الانضباط المروري وضمان سلامه المواطنين والمركبات